البروجكت بتاعي هو توثيق لوسط البلد عن طريق الافلام الابيض واسود. اخترت من مرحله الثلاثينات لل 69 للستينات لان دي كانت المرحله بتاعت ازدهار السينما المصريه. الافلام اللي انا اخترت او اشتغلت عليها طلعت منها المشاهد الخارجيه اللي هي بتخص وسط البلد، وعن طريق المشاهد اللي انا طلعتها الخارجيه كونت زي ممكن نقول اركايف بالاماكن الافلام اللي هي اتصورت عامه، حتى في مثلا مصر الجديده اسكندريه، لان انا اضطريت اتفرج على حوالي 1391 فيلم. الايم بتاعي مينلي هو ان انا بحاول توثيق للتراث، اني احافظ عليه عن طريق ان انا بطلع هي المشاهد دي عشان بعد كده مثلا لو في معماريين ناس تبع التاريخ يعني هيستوريانز او اركيتكتس او حد مثلا بيعمل بوليسي ميكرز في مصر عايز يشوف المباني دي كان شكلها ايه وقت ما هي كانت عايز ازدهارها. انا احساسي كان وانا اول ميديا ستودنت في جي يو سي او انا حاسه ان انا فيري براود، فدراستي هنا في الجامعه خلتني اقدر اوصل ان انا اعمل ماستر بروجكت مختلف من النوع بتاعه، واحاول ان انا احط ممكن نقول اشيفمنت جديد في المجال بتاعي. انا مش مكتفيه ان هو يوصل يبقى بروجكت عادي او ان هو تيسس اتكتبت وهتتحط في المكاتب، انا عايزه البروجكت يوصل للناس اللي هي ممكن فعلا تبقى مهتميه بوسط البلد او مهتميه ان هي تطور وتخلي بالها على تراث بلدنا.